جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدينا خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القبس الكويتية: حديقة حيوانات تشيكية تقطع قرون وحيد القرن. جاء في تفاصيل الخبر: أعلنت حديقة حيوانات تشيكية أنها قطعت قرون حيوانات وحيد القرن الموجودة على أراضيها بعد حادثة اصطياد حيوان من هذا النوع في متنزه في فرنسا في السادس من الشهر الماضي. وقال مدير الحديقة إن القرار لم يكن بالسهل، لكن الخطر الذي يواجهه حيوان وحيد القرن في البراري والأسر كبير جدا. إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا، التي عنونت بين صفحاتها: عملات الحظ تقتل السلحفات الحصالة. نفقت سلحفات بحرية تبلغ من العمر 25 عاما بسبب تسمم في الدم بعد أن دخلت في غيبوبة لم تفق منها إثر جراحة لاستخراج 915 عملة معدنية من معدتها. وكان الناس يلقون بالعملات جلبا للحظ في بركة الماء التي تعيش فيها السلحفاة. ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة البيان الإماراتية: ونجاة مراهق أسترالي قفز في نهر مليء بالتماسيح. تجرأ شاب أسترالي على القفز في نهر يعج بالتماسيح في أستراليا، لكنه لحزن الحظ نجا من الموت بعد أن نهش أحد التماسيح ذراعه. والتماسيح هي واحدة من أخطر الحيوانات في أستراليا من الأنواع المحمية في كوينزلاند.